আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। প্রিয় দর্শক, সূরাতুল মুল্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত, এটা আমরা প্রায় প্রতিদিন পাঠ করি। আর যারা আমরা সহি এবং শুদ্ধ করে পড়তে পারেন আজকে ভিডিওটি, তাদের জন্য আপনি কীভাবে রিডিং করবেন সহিভাবে, আর আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, যেখানে জবর জের ফেজগুলো প্রত্যেকটা শব্দ শব্দ শেখানো হয়েছে। যদি আপনি দেখে নেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি এখানে রিডিং করতে পারবেন। بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك এখন অক্ষ করলাম, অক্ষ আছে। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا تدنا لهم أكن إذا قل 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 قف طبع جمدار قف طبع جمدار أي فاستي شعب درو برجودي جو جو تاكي قل 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 وأعتدنا لهم دوشك أبن جودي نابوزن تحالي كومن كرا جانبه آر ছোট ছোট সূরাগুলো দেওয়া আছে, আপনি কীভাবে কায়দাগুলো মিলে পড়বেন, জের জবর ফেজগুলো কীভাবে মিলে পড়বেন যদি দেখেন তাহলে আপনার এখানে ইজি হয়ে যাবে। وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وما توفيق إلا بالله প্রিয়দর্শক আপনার যদি এই পর্বটি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আমাদের পরবর্তী নতুন ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।